السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. البداية مع العناوين. بن داخل يجمع الاتحاديين على وجبة عشاء في النادي. وفي مكان آخر في النادي أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع سري. انتقال نور مسألة وقت والإدارة تخشى ردة فعل. جماهير تطالب العنزي برحيله واللاعب يرد إن شاء الله. البدء في تطبيق رخصة الأندية بعد 25 يوما. لجنة المنتخبات تجتمع غدا لبحث استعداد استراليا. أشهيل يكشف سبب غيابه المفاجئ وفلاتة يحتاج أسبوعا. طرح تذاكر الأهلي والرائد غدا عبر الإنترنت. أحمد حسن يخاطب الدعيع ما زلت ألعب. سمير هلال مدرب الفيصلي تلميذ برانكو. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين إلى التفاصيل، نرحب قبل ذلك بضيفينا. من الدمام أرحب برئيس القسم الرياضي في العربية نت الزميل سامي اليوسف. مساء الخير سامي. أهلا وسهلا عادل، مساء الخير. مساء الخير للسادة المشاهدين وأيضا ضيفك الكريم في الرياض. أهلا بك، نرحب بضيفنا أيضا الإعلامي والصحفي الرياضي بندر رشود. مساء الخير بندر، أهلا وسهلا فيك. تحية طيبة لك أخوي عادل، ومساء الخير للأخوة المشاهدين، وأيضا تحية طيبة للزميل سامي. أهلا بكما. نبدأ أولا بآخر التفاصيل من نادي الاتحاد الذي بالتأكيد تخرج كثير من الأخبار من في هذه الأيام، وهناك العديد من الاجتهادات، ولكننا نحاول قدر المستطاع أن نأتي بالخبر من مصدره الصحيح. الزميل رياض المزهر قام بالاتصال باللواء محمد بن داخل لطلب الحديث معنا في البرنامج، ولكن رئيس الاتحاد يعني قال بأنه لا يريد الحديث في وسائل الإعلام في هذه الأيام، وطلب يعني فبالتالي يعني الزميل أخذ منه بعض التفاصيل. رياض المزهر سأله عن المدرب، فقال إن هناك عدد من الملفات نقوم بدراستها، وأنهم يبحثون عن مدرب لاستعدادي للموسم القادم، وإن حصل نتيجة في هذا الموسم فبالتأكيد هم يرغبون في ذلك. الرئيس نفى ما حدث أو نفى ما نقلته بعض وسائل الإعلام من حدوث تهجم لبعض الجماهير على النادي بالأمس، وقال إن هذا غير صحيح، والصور أظهرت وجودي في المدرج مع الجماهير للنقاش معهم. تحدث أيضا مع رياض المزهر أو رفض بالأصح التعليق على موضوع محمد نور. المصادر تؤكد بأن ثمة اجتماع أو اليوم عشاء، وجبة عشاء يقيمها بن داخل للاعبين والجهاز الإداري والفني. وأيضا المصادر تؤكد أن في مكان آخر في النادي أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع سري بانتظار الرئيس أن يلحق بهم بعد نهاية العشاء. فيما يخص اللاعب محمد نور، التفاصيل تقول أو العموميات تقول بأن كل شيء تم الاتفاق عليه مع الجيش القطري، العرض المالي الرسمي مقدم وكل شيء جاهز واللاعب موافق، ولكن حسب تأكيدات بعض المصادر أن الإدارة تخشى ردة فعل الجماهير، وأنها في محاولة في هذه الأيام يعني جس نبض الشارع الاتحادي حول انتقال قائدهم محمد نور. مصادر أخرى تؤكد بأن ثمة عرض آخر دخل في الخط في هذه الأيام، أو تحديدا في 24 ساعة السابقة بعد إشاعة انتقال نور، ثمة طرف آخر خليجي دخل على الخط وفي طريقه لتقديم عرض رسمي للاعب للانتقال في الفترة
الشتوية، ولكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي سواء في الانتقال للجيش القطري أو النادي الآخر، لكن كل تفاصيل عقد محمد نور مع الجيش القطري انتهت وتم الموافقة عليها من الطرفين، ولكن الإدارة يعني مختلفة في اختلاف ما بين أعضاء مجلس الإدارة حول انتقاله خشية من ردة فعل قاسية من الجماهير. هذا معك سامي في هذا الجانب وهذا الملف الساخر الذي يفتح كثيرا كلما جاءت أو كلما حصلت هزة للفريق الاتحادي وبالتحديد للاعب محمد نور، ولكن يبدو أنها في هذه المرة أكثر جدية، ليست مجرد اجتهادات إعلامية. طبعا أولا دعني أشيد حقيقة مرارا وتكرارا بتميز الملعب حيث قوة المصادر. شكرا. وقدرتكم على التغلغل في يعني أدق التفاصيل التي تمس يمكن أكثر اللاعبين شهرة وأكثر الأندية شعبية. شكرا لك سعد. ما في شك طبعا تابعنا قضية نور والاتحاد والانتقال وعرض الجيش القطري، أسير تماما إلى حد التطابق مع المعلومات كاملة، بل أزيد في ذلك بكشف النادي الخليجي تقريبا هو نادي إماراتي، ولكن عرضه يكون أقل من العرض الجاد والكبير من الجيش القطري الذي قدر بمليون ونص مليون يورو. أعتقد أن محمد نور نفسيا وفنيا يحتاج لمثل هذا الانتقال. ثمة اتفاق كبير بين إدارة النادي وأخذ الضوء الأخضر من أعضاء شرف النادي أيضا، ورغبة اللاعب الملحة والتي تكررت في الآونة الأخيرة برغبته بالانتقال لنفس النادي الذي تقريبا يحترف فيه النجم أحمد حديد، ربما يهيئ له أيضا مزيدا من الأجواء الإيجابية. وأنا من وجهة نظري أرى أنه محمد نور كلاعب مهم، ولكنه يعيش في آخر أيامه كالاحترافية، يحتاج لمثل هذا الانتقال، خصوصا في الفترة الماضية كثر الحديث عن نور من ناحية الانخفاض مستوى ومدى تأثيره أيضا في صناعة القرار في البيت الاتحادي، كثيرا ما ارتبطت يمكن حتى إشكاليات المدربين الذين يأتون للاتحاد تحديدا مع هذا اللاعب. محمد نور نجم كبير ويستحق يمكن إنجاز التعبير نقول تكريمه من قبل الاتحاديين بموافقة الانتقال للعب في الدوري القطري. بندر. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أعتقد أخي عادل أنه نادي الاتحاد ما زال يدفع خروجه من دوري أبطال آسيا أمام تشومبك الكوري، يعني ما بعد تلك المباراة والخروج المر من دور النصف النهائي شاهدنا أو سمعنا عن كثير من الأحداث، إقالات، الاستقالات، تصادم بين الجهاز الإداري والفني، اللاعبين حقيقة يعني في لا يقدمون المستويات المأمولة، يعني شاهدنا يمكن في المباراة الأخيرة أمام فريق الأهلي الاتحاد يعني يخسر بسهولة على غير العادة حقيقة. أعتقد أن الإدارة الاتحادية مطالبة بلملمة الأوراق، بسرعة التعاقد مع جهاز فني جديد. فيما يخص طبعا الكابتن محمد نور، أعتقد أنه لاعب مؤثر في الاتحاد، يعني ربما يعني تصح الأخبار وينتقل اللاعب، ولكن أعتقد أن نادي الاتحاد يحتاجه في هذه الفترة في ظل أن الفريق الاتحادي لا يمتلك عناصر أجنبية مؤثرة. ربما شاهدنا حتى في المباراة الأخيرة أمام الأهلي كان محمد نور هو دينامو الفريق المحرك، هو من استطاع أن يسجل الهدف الوحيد للفريق الاتحادي ويسعى إلى محاولة تعديل النتيجة أمام الأهلي. فلذلك أعتقد أنه لو وافقت إدارة الاتحاد على إعارة الكابتن محمد نور ستسهم في إضعاف حظوظ الفريق في البحث أو المنافسة على أي بطولة خلال هذا الموسم. يعني تقصد أنه يشكل ثقل فني اللاعب بغض النظر عنه في آخر أيام مثل ما يقول سامي؟ هو طبعا يمكن في آخر أيام، ولكن ما زال مؤثر. يعني طيب. بالتأكيد محمد نور يعني يمكن تبقى له موسمين ثلاث مواسم، لكن إلى, 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 إلى الآن هو مؤثر، بدليل أنه حتى في المنتخب السعودي ومع السيد فرانك ريكارد استعان به في المباراتين الأخيرتين في التصفيات المؤهلة إلى نهاية كأس العالم. فاللاعب ما زال يقدم، ربما هناك بعض الإشكاليات زي ما قلت لك أخوي عادل، الخروج المر من البطولة الآسيوية، إقالة المدرب. طيب. جمال فرحان يخرج ثم يعود من جديد. طيب. إقالة حسن خليفة، إقالة حمزة إدريس، هذه الأمور ربما أيضا هي ألقت بضرار على الفريق الاتحادي. أعتقد إدارة الاتحاد تحاول لملمة الجروح. طيب. ليس من صالحها حقيقة تفريط محمد نور في الفترة المقبلة. طيب سامي، أنت قلت بأنه يعيش آخر أيامه، لا أعرف هذه الأيام إلى أي مدى تصل، ولكن على المستوى الفني
اللاعب اتكلم عن رأي فني من النقاد حتى في آخر مباراة، اللاعب يشكل ثقل فني في الفريق، حتى أنهم قالوا أن اللاعب محمد نور في الشوط الثاني عندما ظهر بشكل جيد ظهر الاتحاد حتى على مستوى المنتخب، بغض النظر طبعا عن آخر 3-4 مباريات ربما للفريق. يعني أليس من الظلم أنه يعني نطلق على اللاعب أنه في آخر أيامه لمجرد عدم ظهوره مستوى والفريق كله لم يظهر حتى في 3 أو 4 مباريات؟ عادل، أنا ما قلت يعني آخر أيامه، يعني زي ما تقول رغبة أو للنيل من قدرات محمد نور، لكن أنا أتكلم بمنطق. يعني نور كم عمره مثلا؟ هو أصنفه مثل ما يعني أضعه في نفس الميزان اللي يضع فيه مثلا حسين عبد الغني مثلا أو سعد الحارثي، هؤلاء يعيشون في يعني المراحل تقريبا الأخيرة الآن، هم يفترض أنهم يجنون مثلا ما يعني ما قدموا خلال الفترة الماضية. محمد نور ابتعد عن جائزة أو حتى المنافسة في المرحلة الأخيرة من جائزة أفضل لاعب آسيوي. محمد نور إذا أنت تقول ويقول الأخ بندر يمثل ثقل في الفريق، لكان يعني اختلفت موازين الاتحاد في مباريات كثيرة كان يلعب فيها نور، وأيضا لو قلنا أنه يمثل ذات الثقل لأسهم كثيرا مع المنتخب السعودي في تقديم مثلا مستويات يعني مقنعة، أولا في صناعة لعب، مثلا في حتى تغيير مجريات المباريات اللي يلعبها سواء مع الاتحاد أو في المنتخب. يعني الأهلي يخسر من الغريم التقليدي ومحمد نور حاضرا على مدار شوطين لم يغير من الأمر شيء، مع المنتخب آخر مباراة أمام عمان لعبها كاملة ولم يغير من الأمر شيء، وقبلها كثير يخرج من آخر مراحل التقييم في جائزة أفضل لاعب آسيوي. أنا أتحدث بمعطيات، ما أتكلم يعني أنه بالعكس، أنا أكد على أن محمد نور لاعب كبير، وأنا هو يعني شخصيا أنا أتصور أنه يريد أن ينتقل ليغير مثلا الأجواء. طيب ياسر قحطاني انتقل للعين وها هو يقدم ما شاء الله تبارك الله ومستوى يسير في تصاعد. ساعات يعني اللاعب يحتاج أمور نفسية أكثر منها فنية ليعيد تقديم نفسه. طيب تعتقد الآن موقف رئيس الاتحاد، هو تعتقد أنه في تردد، يعني يعيش ربما لحظات صعبة لا يعرف كيف يتخذ القرار أو يخشى من اتخاذ قرار ربما يجلب عليه ردة فعل قاسية، أم أنه متخذ القرار ومنتهي وربما المسألة تظل يعني بيد اللاعب أو مسألة وقت مثل ما قلنا؟ طبعا احنا لابد أن نكون منصفين مع الرجل محمد بن داخل وأيضا من يرأس الاتحاد في مثل هذه الأجواء آخر سنتين، بدءا مثلا من يعني أبو عمارة، مثلا الدكتور خالد المرزوقي، الآن محمد بن داخل، لا يملكون صناعة القرار 100% في الاتحاد، هم يتخذون قرارات ولكن لابد أن تكون ب يعني نقول صفة أو تغلف بموافقة شرفية من المؤثرين وصناع القرار والداعمين إنجاز التعبير للاتحاد. طبعا نمر بمراحل، أخذ الموافقة أو الضوء الأخضر من أعضاء الشرف قبل مثلا يومين، وجد رغبة كبيرة من اللاعب بالانتقال وإعطاء الفرصة له لكي يستفيد فنيا وماديا. نعم. لكن يبقى الجمهور، احنا نتحدث عن نجم محمد نور، نجم جماهيري كبير، فيبقى ردة الفعل يعني هم تقريبا أنا أتصور بعد اتضاح أنه العرض الآخر الخليجي يمكن يكون أقل من الجيش، هي مسألة تهيئة للجماهير لإعلان القرار، ما لم يعني يحدث أمر خارق، يعني مثل سعد الحارثي مثلا ما يحدث أمر خارق ولا يوقع بكرة للهلال. طيب بندر، هل تعتقد بأن اللواء الآن أو إدارة الاتحاد بشكل عام للآن، نؤكد أنهم مجتمعين بعد وجبة العشاء في النادي، لا أعرف إن كان المسألة بخصوص فقط محمد نور أم أنهم مقررين ومنتهين، تعتقد أنهم يخشون ردة فعل في حيرة ولا أن المسألة قرار بالنسبة لهم؟ لا أتوقع سهل. أتوقع فهد أن الاجتماع يعني لدراسة أوضاع الفريق بشكل عام، مناقشة أوضاع النادي المرحلة المقبلة، طبعا ما بعد اللقاء الماضي أمام الأهلي لا بد أنه أيضا تظهر بعض الأقاويل، بعض الاجتماع آخر الليل دائما يكون اجتماع لا هو يمكن حتى لا أخوي عادل، بعض الأحيان هو يكون اجتماع ودي حبي لكن يطلق عليه صفة الاجتماع، لكن ممكن أنه نقاش عادي. طيب تعتقد أنهم في حيرة الآن ولا موقف أنت الآن مكان الرئيس من داخل؟
بتكون في حيرة وموقفك صعب ولا بتشعر بأن المسألة؟ والله شوف يعني طبعا إدارة الاتحاد أعتقد أنها أو يجب عليها حقيقة أنها لا تفرط بالكابتن محمد نور، لكن إذا كان هناك مثلا رغبة ملحة من اللاعب، هناك موافقة شرفية على أنه ينتقل إلى خارج أسوار نادي الاتحاد، ربما أنه تحت هذا الضغط توافق الإدارة الاتحادية. الإدارة الاتحادية عندما أتت مطلع هذا الموسم هي تبحث عن الإنجاز، والإنجاز لا يأتي إلا من خلال تواجد نجوم. ربما الاتحاد لم يظهر والمنتخب السعودي لم يظهر، ولكن أيضا الكابتن محمد نور لا يمتلك عصا سحرية لوحده يستطيع أن يغير النتائج. الاتحاد في مواسم ماضية حتى وكان في وقتها محمد نور في أوج عطائه، كان الاتحاد يمتلك عناصر أجنبية وعناصر محلية مميزة تستطيع أن تساعد الكابتن محمد نور لتقديم نتائج إيجابية للفريق الاتحادي، بالإضافة أيضا إلى المنتخب السعودي بشكل عام. المنتخب السعودي يعني مستوى الفني هابط للكثير من اللاعبين، فمن الظلم أيضا أنه يعني محمد نور يحمل عدم قدرته على قيادة دفة المنتخب السعودي لتحقيق الانتصارات. فلذلك الإدارة الاتحادية يجب عليها حقيقة أن تتأنى، لأنه هي من سيكون مسؤولة عن هذا القرار. الجماهير ستحاسب الإدارة الاتحادية ولن تحاسب أعضاء الشرف الذين مثلا وافقوا أو ساهموا في الضغط على الإدارة الاتحادية لإعارة الكابتن محمد نور. أنا أعتقد حقيقة أن الكابتن محمد نور يستطيع أن يقدم، يستطيع أن يعطي. الإدارة الاتحادية في فترة الانتقالات الشتوية لو قامت ببعض التغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب، أعتقد أن الفريق الاتحادي سيعود إلى مستوى أفضل مما يقدمه الآن. نعم سامي، لو أردت أن نختم هذا الموضوع بقراءة تقول بأن أحدهما، وأقصد الطرفين إما إدارة الاتحاد أو محمد نور، في ظل هذا الأحيان ربما نسميه الغموض، ما في وضوح، يعني مرة يقولون إحنا نرفض ويقولون في عرض رسمي، هل نستطيع أن نقرأ الموقف بأن أحدهما ينتظر من الآخر أن يعلن الرغبة، يعني عشان نقول والله جت منهم ويظهر هو بمظهر الجيد والمثالي؟ تعتقد أن هذه القراءة صحيحة؟ والله شوف عادل، أنا بستند على الكلام اللي أنت اعتبرته مدخل للحديث عن هذا المحور المهم، عندما قلت أن رئيس الاتحاد يطمع في التعاقد مع مدرب من أجل الإعداد الموسم القادم. صحيح، هذا ما قاله. إذن هذا الآن استراتيجية جديدة في الاتحاد، ألا وهي عدم النظر إلى ممكن لقب الموسم هذا كتارجت مهم، هدف مهم يعني في الأساس. أوكي، يعني إن جت ما جت فإحنا قاعدين نهيئ أنفسنا للموسم القادم. المسألة الآن ما تعني رحيل نور أقرب من بقائه. النقطة الأخرى، قد يكون في أمر أنه والله إحنا عشان نبقي نور نعوضه ماديا، يعني يكون في الاتجاه في هذا الجانب لإرضاء مثلا محمد نور، لتعويض محمد نور من أجل بقائه، ومثل ما تفضلت أنت والأخ بندر وقلت هو يمثل ثقل وجماهيريا وما إلى ذلك، مع أني أنا أرى أنه الأمر عادي جدا لو انتقل. فأنا أقول أنه الاستراتيجية الآن أصبحت واضحة. عادي بالنسبة لمن؟ عادي بالنسبة لمن؟ تقصد عادي لمن؟ عادي للإدارة؟ أنا كناقد مثلا أو كمتابع تشوف أنه مسألة عادية. ياسر قحطاني انتقل للدوري، لكن أيضا اللاعبين كثر انتقلوا أثناء انتقاله يا سامي، حدثت نفس الكلام اللي يحدث الآن محمد نور حدث مع ياسر القحطاني، جلسنا شهر نتكلم في هالموضوع والجماهير ترفض وجماهير تؤيد وحتى بدأوا يتقبلون الفكرة نوعا ما، وفي الأخير انتقل والأمر عادي وكانت مهمة جدا. وهذا نحن قاعدين نشوف ياسر يقدم مستويات جيدة جدا مع العين، واستعاد يعني نقول توازنه الفني والنفسي إلى حد كبير. فأنا أشوف أن الأمر مسألة عادية، ولكن من خلال كلامك أرجع وأكد أنه الاستراتيجية باتت واضحة الآن للاتحاد، لا نظرة أولى للبطولة، إعداد الموسم القادم، تهيئة لانتقال نور، هذا في الجانب الأول. يبقى نور إذا عوض ماليا، هذا رأيي. عموما أذكر بحديث بن داخل اللي تكلمت عنه سامي للزميل رياض المزهر في مكالمة هاتفية، قال فيما يخص المدرب بأننا نبحث عن مدرب إعداد للموسم القادم، وفيما لو حصل بطولة أو يعني هذا الموسم تحقيق شيء ما، بالتأكيد هذا شيء جيد، ولكن التركيز سيكون على الموسم القادم في اختيار المدرب، يختارون مدرب يعني يعد ويقدم فريق جيد خلال هذا الموسم للموسم القادم. نذكر بأننا قمنا بالاتصال بجميع الأطراف الخاصة في هذا الموضوع، اتصلنا على رئيس الجهاز الكرة في نادي الجيش القطري سيد يوسف دسمان فلم يجب، اتصلنا على ناصر النعيمي وكيل أعمال فلم يجب، وحاولنا أيضا الوصول للاعب فلم نستطع، وكذلك قمنا
اتصال كما قلنا للواء محمد من داخل ورفض التعليق على هذا الموضوع تماما. نغلق ملف محمد نور، وأعتقد فيما أعتقد أنني خلال هذه الحلقة ربما، وأقول ربما، أن نأتي بجديد أثناءها، لأن دائما ما أدري ليش من الساعة 11-12 تصير كثير من الأحداث عندنا في الوسط الرياضي، ما أعرف ليش هالتوقيت بالضبط. لكن سننتقل إلى موضوع آخر في جانب تراخيص الأندية. قام فريق من هيئة دوري المحترفين يرأسه الأستاذ النشيط محي الدين عبد الفتاح ناظر بزيارات للأندية المعنية للاطلاع على ضوابط منح الرخصة وشرحها. هذه الرخصة للمعلومية سيبدأ تطبيقها أو التطبيق الفعلي للرخصة من بداية العام الميلادي الجديد، أي بعد 25 يوم تقريبا، ولذلك الهيئة يقوم بزيارات مكثفة هذه الأيام لشرح المتطلبات للرخصة والإجابة على استفسارات منسوبي الأندية بكل وضوح. بندر، إلى أي مدى تعتقد؟ حقيقة حنا أيضا قمنا بالاتصال مرة أخرى بمحي الدين عبد الفتاح ناظر، وقال أنه يعني ينام بدري شوي فاعتذر من المداخلة. بندر، إحنا كنا نبغى نستوضح فقط مثل هذه الرخص التراخيص إلى أي مدى هي مفيدة؟ هل لديك أي رؤية حول هذا الموضوع؟ طبعا أخوي عادل، بناء على نظام الاتحاد الآسيوي للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، يجب أن تكون الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنسخة المقبلة 2012 مطبقة للمعايير، المعايير الخمسة. طبعا المعايير الخمسة هي المعيار المالي، المعيار الإداري، المعيار الاقتصادي، بالإضافة إلى البنية التحتية، بالإضافة إلى المعيار الرياضي. طبعا البنود الخمسة هذه تندرج تحتها أيضا بعض البنود، من هو فيه بنود ملزمة إجبارية، فيها أيضا غير إجبارية، في بعض البنود اختيارية. يجب على الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2012 أن تقوم بتطبيقها. طبعا فريق هيئة دوري المحترفين وتحديدا التراخيص بقيادة محي الدين ناظر هو الآن يقوم بجولات على الأندية السعودية لشرح كيفية التطبيق. سيتم منح الأندية السعودية فرصة حتى 30/12/2012 من أجل إتمام هذا الأمر، لأنه سيتم مطالبة الأندية السعودية المشاركة في دوري زين في نسخة 2013 أن تكون مطبقة لهذه المعايير. في حال أنه أي من الأندية يتخلف عن هذه المعايير سيتغلب عليه عقوبات مالية، سيترتب عليه عقوبات مالية لهذه الأندية. نعم سامي، برغم أنها تفاصيل ربما يعني يمكن يطلق عليها البعض أنها بسيطة، ولكنها في النهاية على الأقل في حراك على مستوى هيئة دوري المحترفين. هي ملزمة طبعا بتوجيه من الفيفا مثل ما تفضل وشرح على عجالة الزميل بندر، النقاط أو المعايير الخمس وتطبيقها في عام 2013. طبعا لكي تشارك في دوري المحترفين في آسيا لابد أن تكون لديك مثل هذه الرخصة. يبدأ الإعداد الآن في ثلاث دول رئيسية اللي هي اليابان والسعودية وقطر. طبعا مثل هذه الأمور راح تنعكس بلا شك بالفائدة الكبيرة. طبعا هي تميل في نهاية المطاف إلى عزل كرة القدم عن منشأة النادي ككل، يعني أنها تكون ذات معايير احترافية كاملة وألا يتدخل، يعني بالتوجه نحو العمل المؤسساتي المنظم. هذا أمر وتوجه حميد جدا، في تحرك حقيقة مبكر جدا من قبل فريق العمل بقيادة الأستاذ محي الدين، من قبل بزيارات أندية كان أعتقد كانت في البداية في نادي النصر يمكن، الآن والأسبوع القادم حيكون في الهلال والأهلي أعتقد. يعني مثل هذه الأمور تزيد من عملية العمل الاحترافي وقيمة العمل الاحترافي في الأندية السعودية. نعم يا عادل، بس عفوا ودي أيضا أكمل أنه المعايير الخمسة من ضمنها البنية التحتية. هناك العديد من الأندية السعودية لا تمتلك بنية تحتية، يعني أيضا أندية مشاركة في دوري زين يجب عليها أن يكون لديها هذه البنية التحتية من منشآت من قرارات من خلافها. فلذلك أن حقيقة الأمر جدي، يجب على الرئاسة العامة أو الاتحاد السعودي الجهة المسؤولة عن هذه الأندية أن تقوم بدراسة شاملة، أن يكون هناك اجتماعات مكثفة حول هذا الأمر، لأنه بالتأكيد الأندية التي لا تطبق المعايير صحيح أنه سيفرض عليها غرامات مالية، ولكن أيضا احتمال أن يتم إبعادها من المشاركة في دوري زين في دوري المحترفين. فلذلك الموضوع جدي، ويجب على الرئاسة العامة أو الاتحاد السعودي الجهة المسؤولة أن يكون هناك دراسة تامة لهذا الموضوع، مناقشة جدية ووصول إلى توصيات.
أظن الوقت كافي كثير لمدرب المنتخب، ولكن في نفس الوقت أيضا يعني ربما بعد المسافة عن المباراة الماضية أعتقد فيما أعتقد أنها زعجته نوعا ما. ما في شك، أولا خطوة يعني من حيث الإعداد ممتازة جدا أنك تناقش مثل هذه المباراة، مباراة مفصلية. نلحظ يعني حتى مثلا حديث نجوم المنتخب السعودي بالأمس القريب، كنت أتابع مثلا ياسر قحطاني في تويتر كان يؤكد على أنها راح تكون مباراة مفصلية، سنعوض الجماهير السعودية، سنلعب بروح قتالية من أجل الفوز. في المقابل تابعنا تصريحات مدرب أستراليا بأن هذه المباراة سألعب فيها من أجل الفوز. لكن السؤال المهم كيفية الإعداد لهذه المباراة وأين سيقيم، يعني نما إلى علمنا أن المنتخب سيقيم معسكر مثلا في أستراليا. مثل هذا التوجه أنا حقيقة لست معه بالمقام الأول، أنك تتجه لإقامة مثلا معسكر قبل مواجهة أستراليا في أستراليا، لأنه هذا قد يزيد الضغوط أو الأعباء النفسية كثيرا على اللاعبين. ولكن قد يكون هنالك مثلا معسكر بأحد الدول القريبة من أستراليا الملائم لجو أستراليا، مكان نيوزيلندا مثلا، ومن ثم التوجه قبل المباراة ب 48 ساعة مثلا لخوض مثل هذه المباراة. نعم بندر. طبعا هي بخصوص مباراة أستراليا في 29 فبراير هي مباراة بصرية للمنتخب السعودي، لكن حقيقة أنا ودي أعلق على الأستاذ محمد المسحل واجتماعاته حقيقة المتواصلة سواء مع الأجهزة الفنية في المنتخب أو الخطط المستقبلية للمنتخب المنتخبات السعودية بشكل عام. يعني ربما مشكلة الأستاذ محمد المسحل أو سوء حظه أنه جاء في وقت يعني كان هناك نكسة لكرة القدم السعودية وتحديد المنتخب الأول، ولكن حقيقة يعني ما يقوم به من الآن حاليا هو حسب ما نسمع وأيضا ما نشاهد من جهد ومن عمل من خلال لوضع بعض الأمور المستقبلية للمنتخبات ووضع بعض التصورات من أجل أن تنهض المنتخبات السعودية بشكل عام، وهذا أيضا ما نشاهده في المنتخبات السنية. فإن شاء الله يعني نتمنى الحقيقة التوفيق في المنتخب السعودي. نعم. سواء لإدارة المنتخب أو أيضا للمنتخب في تجاوز أستراليا. نعم. في جانب آخر، تعلن شركة صلة عن بدء بيع التذاكر عن طريق الإنترنت لمباراة الأهلي والرائد ضمن الجولة 12 من دوري زين يوم غد الاثنين في الساعة 4 عصرا عن طريق موقع الشركة على الإنترنت، وذلك إما بشراء التذكرة والدفع عن طريق بطاقات الائتمان ومن ثم طباعة التذكرة مباشرة، أو عن طريق حجز التذاكر وطباعة رقم الحجز والحصول على التذكرة من منافذ البيع. سيستمر ذلك على الإنترنت يوم الثلاثاء حتى الساعة 8 مساء، وسيتوقف البيع الإلكتروني قبل المباراة ب 48 ساعة، وستكون منافذ البيع مفتوحة من 4 عصرا وحتى 11 مساء لمن حجزوا عن طريق الإنترنت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من 4 عصرا وحتى 11 مساء، وفي يوم الخميس سيكون البيع متاحا بالطريقة التقليدية عبر منافذ البيع من الساعة 1 ظهرا وحتى نفاذ الكمية. هذه الطريقة المعتادة للشركة حسب النسبة المعلنة سابقا وقد تمت في مباراة الأهلي والاتحاد. يذكر أن هذه الخطوة بالتأكيد لقيت يعني قبولا كثيرا من الشارع الرياضي السعودي ومن الجماهير التي عبرت عن ارتياحها لهذه الطريقة المتقدمة. في جانب آخر، وفيما يخص عمادة لاعبي العالم أحمد حسن اللاعب المصري، يقول لمحمد الدعيع أنه لا تعب نفسك في البحث عن أو تسجيل مباريات سابقة لأنني ما زلت ألعب وبإمكاني تجاوزك مرة أخرى. مراسلنا في مصر تابع هذا الحديث من خلال التقرير الذي التقى فيه باللاعب وعدد من الجهات في مصر عن طريق يعني نعرف بالتأكيد تفاصيل هذا الموضوع مؤخرا، حيث أن اللاعب محمد الدعيع يطالب بتسجيل عدد من المباريات التي لم تسجل له، وأحمد حسن كان له ردة فعل حول هذا الموضوع قائلا بأنه حتى لو تم تسجيل هذه المباريات فإنني بإمكاني أن أعوضها خلال الأيام القادمة لأنني ما زلت ألعب. مراسلنا من مصر وهذا التقرير. عمادة لاعب العالم لقب أصبح عربيا خالصا في ظل المنافسة القوية بين نجمي الكرة السعودية والمصرية محمد الدعيع وأحمد حسن. فبعد سنوات عديدة قضاها الدعيع على رأس القائمة الذهبية لعمادة لاعب العالم
جاء صقر الكرة المصرية أحمد حسن ليزاحمه على اللقب بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده الودية مع البرازيل، لكن الدعيع ارتفعت أسهم مرة أخرى لانتزاع اللقب منفردا بعد التحركات التي قام بها الاتحاد السعودي لدى الفيفا لإضافة عدد من المباريات الدولية لم يتم إلحاقها بسجله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. مفروض أن الاتحاد الدولي يحسم هذه القصة. في نفس الوقت عند الدعية، عند أحمد حسن، عند أي حد عربي، البطولة يعني اللقب مقبول. يعني أي لو الدعية فضل محتفظ بيه ما خلاص، يعني أحمد حسن فيش في إيده حاجة يعملها، لو راحت لأحمد حسن فالدعية مفيش في إيده حاجة يعملها. تحركات الدعيع لم تمنع قائد المنتخب المصري من التمسك بالرهان حتى النفس الأخير، خاصة وأنه ما زال قائدا لمنتخب بلاده ومستمرا في عطائه مع الزمالك لتبقى ملاحقته للدعيع قائمة في ظل مشاركاته المقبلة مع منتخب الفراعنة. بقول أي واحد فيهم هو شرف للوطن العربي كله. الأرقام لابد أن تبقى محصورة. الموضوع دوت والمنافسة دي والكلام الكتير ده يدي عدم مصداقية لللقب نفسه، يعني لا يخلي هناك ميزة للدعاية أنه هو عميد لعيب العالم الناس كلها تتشكك، ولا يخلي هناك ميزة لما أحمد حسن يبقى عميد لعيب العالم والناس كلها تتشكك. فالتشكك ليس لمصلحة الطرفين، مفروض الموضوع يتاخد بهدوء، وبقول في النهاية أن العرب هم اللي كسبانين. إذا كان الاتحاد السعودي يمتلك الوثائق فهذا حق للدعيع، إذا كان أحمد حسن لديه المشوار في الفترة المقبلة أن يشارك مع الفراعنة ويزيد مبارياته الدولية فهذا حق مشروع له، ففي النهاية السياق الرسمي هو الذي سيحكم المسألة. يذكر أن أحمد حسن هو ثاني لاعب مصري يحصل على عمادة لاعب العالم بعد مواطنه حسام حسن الذي فعلها في مايو 2001 عندما خاض مباراته الدولية رقم 157 وكانت ضد السنغال في القاهرة ضمن تصفيات كأس العالم 2002، وحظي بتكريم من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر. رهان عالمي والمتسابقان عربيان، الدعية وحسن في سباق مستمر على عمادة لاعب العالم ليظل الرهان قائما بين النجمين الكبيرين، لكن اللقب يبقى عربيا في النهاية. للرياضيات السعودية، أحمد المسيري، القاهرة. في الجانب الآخر، الزميل عبدالعزيز الناجي قام بالاتصال محمد الدعية وقال أنه لم يصل حتى الآن شيء رسمي، وبالتالي متى ما وصل فسوف يعلق من جانبه. سامي، يعني بترك لك الموضوع تعلق بشكل عام. طبعا ما في شك ان حصول احمد حسن بعد مباراه الوديه البرازيل يعني امر يفرحنا كعرب حقيقه، ان يتنافس يعني عملاقان مثل الدعيع اخطبوط الحراس واحمد حسن حقيقه اللاعب الخلوق الكبير لا تاريخ طبعا، ولكن ما نبغى نصل الى مرحله انه نركز على مثل هذه الصراعات من اجل يعني او قد تؤدي بنا الى يعني نهاية غير سعيدة. أنا تابعت طبعاً الأمور من البداية ونشرناها وتابعناها عبر العربية نت، لاحظنا أنه دعيع بعد المباراة أكد على حق من حقوقه. محمد دعيع نقر ونعترف أنه ظلم في كثير من المباريات لم تحسب له عن طريق الأمانة، وجرى مخاطبة أو التفاهم مع الرئيس العام الذي أكد على السعي الحثيث لاستعادة محمد اعتماد مثل هذه المباريات. لكن اللي أنا استغربته حقيقة ونشر على موقع الكابتن الكبير والخلوق أحمد حسن، يعني تصريح حقيقة في نوع من الفوقية الاستفزاز، وأيضا الدخول في بعض المسائل اللي تتعلق في دفع مثلا مقابل لبعض المباريات وما إلى ذلك. طيب أنت أحمد حسن تقول أنه دعيع انتهى ووقف مشواره، ومهما زاد أنك أنت ما زلت في الملعب، هل أنت تؤمن طيب بالغيب مثلا؟ يعني قص عفوا، هل انت تعرف الغيب؟ هو ان شاء الله مؤمن وكلنا مؤمنين بالغيب طبعا، لكن هل انت تعرف ما تخبئ لك الايام؟ مو طيب ممكن تلعب وتصاب، او انت جالس تصاب يعني ولا عاد تلعب وينتهي مثلا مشوارك الرياضي، فلماذا مثلا مثل هذه الفوقيه او التصريحات الاستفزازيه التي تنعكس بالسلب عليك انت كنجم محبوب في الوطن العربي؟ فانا اقول سواء استمر محمد دعيع في عمادة لاعب العالم أو تفوق أحمد حسن،
كلاهما عينان في رأسك وكلاهما نفرح لهما حقيقة، ولكن الأكيد أنه الدعيع ظلم، ولكن أحمد حسن مع الأسف يعني استخدم لغة أنا كإعلامي عربي ومتابع أعتقد أنه لا تروق لي يعني. يحسب للدعية أيضا لم يرد على مثل حقيقة ما في شك حسن. يحسب لمحمد دعية طيب. النجم الكبير أنه لم ينساق وراء مثل هذه المهاترات. بندر حقيقة أخوي عادل جميل حقيقة أن نرى نجوم عرب يدخلون نادي المئة يتواجدون بكثرة في نادي المئة يبحثون عن عمادة لاعبي العالم. يعني يمكن الرقم 178 الذي توقف عنده الدعية الآن يصله الكابتن أحمد حسن بعد مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل، ولكن أيضا صحيح أنه الكابتن أحمد حسن يعني أمامه فرصة كبيرة لزيادة مخزونه من المباريات بينما محمد الدعية توقف، ولكن في ظل أنه في تقريبا 10 مباريات لم تحتسب للكابتن محمد الدعية أو تم تنقيح، يمكن هو كان أعلى من هذا الرقم ولكن تم تنقيح بعض المباريات وتمت تقليصها، استطاعت الكابتن محمد وعن طريق أيضا الأمانة العامة بالاتحاد السعودي نعم. أنه يتم البحث عن هذه المباريات ويتم إدراجها، وبذلك يعني سيتغلب الكابتن محمد. هو طبعا في الأخير يعني يعتبر لقب يعني حقيقة شخصي للكابتن محمد، أو أيضا كما كان سابقا للكابتن ماجد عبد الله عندما كان أول عميد للاعبي العالم عام أعتقد أنه 95 إلى 98، ومن ثم تم تنقيح تقريبا 8 مباريات من الكابتن ماجد حتى يعني جاء من بعده واستطاع أنه يعني يكسب لقب العميد. حقيقة أنا أتمنى أنه بالفعل يعني ينجح محمد الدعية وكذلك ينجح القائمون في الاتحاد السعودي على إيجاد بعض المباريات ويتم الاعتراف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وأن يصل محمد إلى ما بعد مباراة 178. طبعا المعلومات اللي قلتها هذه معلوماتك، انا حقيقه ما اعرفها يعني. انا واثق من اواثق طيب منها عشان اكون في الصوره. اخر الاخبار وصلتنا من الاتحاد انه الوفد القطري سيغادر الليله للدوحه دون التوقيع على اي ورقه بخصوص انتقال محمد نور، وان اداره الاتحاد ستعلن البت في الموضوع الى ما بعد مباراه النصر. هذا اخر شيء، ولكن ايضا ان شاء الله بانه بيكون معنا اتصال ان شاء الله ربما بعد قليل عن هذا الموضوع بالذات. انا ما راح اقول مين عشان اقدر بس لانه ربما المحاوله لا تنجح، لكني ساتجه الى موضوع اخر في اطار متابعاتنا لتدريبات الانديه والاجواء من داخل الانديه التي نحرص عليها كثيرا في كل يوم. نبدا هذه المره من الشباب، حيث يواصل الشبابيون تدريباتهم واستعدادهم للفترة القادمة، هو الفريق المتصدر للترتيب حتى الآن. عبد الله الشهير الذي لم يحضر بالأمس بشكل مفاجئ قام بالاعتذار اليوم بسبب حالة وفاة، حيث قال بأن الوفاة أو إبلاغه بالوفاة جاء بشكل مفاجئ، ومن ثم اضطر للمغادرة للعزاء خارج مدينة الرياض وسيعود للتدريبات غدا الاثنين. يذكر أنه كان قد غاب بشكل مفاجئ بدون عذر عن تدريبات الأمس. فيما يخص اللاعب مختار فلاتة، كشفت الفحوصات الطبية بأنه بحاجة إلى راحة لمدة أسبوع أو عفوا فترة تأهيل لمدة لا تقل عن أسبوع. فيصل المروقي حضر اليوم تدريبات وتابعها كما شاهدتم، والتقى بعدد من اللاعبين. بقول لك انا برضه من اللعيبه المتخوفين من المباراه هذه، كون انه يعني نادي الانصار لما الحين ما يملك اي نقطه يعني، وبصراحه يعني خوفك يعني سبحان الله ممكن يعني ما يصحى الانصار ممكن الا عليك انت، لكن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انه الجهاز الاداري والفني ان شاء الله انه ما حيقصر مع اللاعبين وحينبههم على النقطه هذه، لانه مهما كان انه في كره القدم ما في يعني فريق صغير وفريق كبير، اللي يحترم الفريق الخصم داخل الملعب صدقني هو هيكسب المباراه. مهما كان نادي الانصار انه ما بيقدم مستويات، لكن انا احب اقول لك انه برضه ما زال في تخوف من نادي الانصار. تفائل ان شاء الله باذن الله تعالى. تقدر تقول ان شاء الله اني جاهز المباراه القادمه وللدوري ان شاء الله كامل باذن الله.
يعني الآن تجهز 100%؟ موجود في تشكيلة الأنصار؟ إلى الآن لم تتضح تشكيلة، لكن أنا جاهز، رهن إشارة المدرب. نتحدث عن الشباب، مباراة قادمة يعني مهمة للفريق الشبابي، الكل يتحدث بأنها سوف تكون سهلة والثلاث نقاط مضمونة في أيدي الشبابيين. بالنسبة للمباراة ما أعتقد أبدا أي مباراة في الدوري راح تكون سهلة، الدوري طويل. مباراة الأنصار تقدر تقول راح تكون من أصعب المباريات فنيا. الأنصار قدم مباريات متميزة أمام الأندية الكبيرة، نادي لديه روح أمام الأندية الكبيرة، نحترم الخصم وراح يكون عنوان الاحترام الخصم والروح. والله نظريا عند الناس يعني الأنصار يعني مش في المستوى الشباب أو متدين الدوري ومتصدر الدوري، لكن في الملعب كل شيء يختلف. احنا عدلنا المباراة هذه انها مباراة صعبة وان شاء الله نتوفق في المباراة. هذه الأجواء الشبابية من داخل التدريبات تسير بشكل جيد. بندر، يعني الشباب في هذا الموسم يقال بأنه هو الفريق الوحيد ربما أقول الواضح أنه يعني يسير بشكل جيد ومش متذبذب ويقدم مستويات جيدة وينتصر، وحتى الآن هو متصدر. هل هذا التقييم الصحيح برأيك؟ طبعا شوف اخوي عادل، فريق الشباب حقيقة في هذا الموسم قدم كرة قدم جميلة، استطاع انه حتى الان بعد مضي الجولة 11 انه يكون هو المتصدر الدوري. طبعا هناك لقاء مؤجل لفريق الهلال، في حال انه استطاع الهلال التغلب في تلك المواجهة امام الاتحاد سيتفوق على الشباب، ولكن حقيقة الشباب مع المدرب رودوم حقيقة رغم غياب في بعض المباريات العناصر الأجنبية، في يعني في أحد المباريات أعتقد أنه غاب جميع اللاعبين الأربعة سواء جيبروف أو يتارا أو حتى فرلاندو أو تفاريس، ومع ذلك الشباب بلاعبين محليين قدم مباريات كبيرة، استطاع أنه يتمسك ب المركز الأول حتى الآن. لا، والجميل أيضا أنه الفريق الشبابي لم يخسر أي مباراة. مباراة المقبلة أيضا أمام الأنصار أعتقد نسبيا قياسا على ما يقدم الأنصار مباراة سهلة يستطيع الشباب تجاوزها، بمعنى أن الشباب في الدور الأول بإمكانه أنه يعني ينهي الدور الأول دون أي خسارة. نعم سامي. أول شيء أنا بس خليني أقول كلمة، الشعلة فازت على الوحدة 5-4، لأن أنا متعصب للشعلة، أرجو تعديل نتيجة في شريط الأخبار. طيب الشيء الثاني شلون شفته في الشاشة الصغيرة اللي قدامك؟ بفهم أنا ما شاء الله تبارك الله. طيب تفضل. الشيء الثاني، ما شاء الله عليكم برضو أكد على مصادركم القوية. نعم، المسألة نور تأجلت لما بعد مباراة النصر، يمكن في حتى مفاوضات اتحادية مع أحمدوف وزيادة مكافآت الفوز على النصر. الأمر الثالث، الشباب بما أنه بندر تكلم في إطار العام، أنا أبغى أكد على نقطة مهمة. المدرب الشبابي الحالي برودوم هو أفضل مدرب جاء للشباب من عدة نواحي. من ناحية، أولا أنا أشبه بمخرج لفيلم سينمائي يشارك في هذا الفيلم مجموعة نجوم حقيقة، أسماء لها وزنها وثقلها. أولا يتميز هذا المدرب بالقراءة السليمة، بالعمل الجاد والمنظم، يتواجد في فترتين الصباحية وفي الفترة المسائية بكل يعني تفاني وإخلاص كبير، عمل فني وإداري مع طاقمه بشكل منظم. نعم. الأمر الثالث أنه لا يفرق يعني بين النجوم. الأمر الأهم، أنا بذكر لك حادثة لكي أوضح لك أهمية دور النظام وأهمية قوة شخصية هذا المدرب، الأمر الذي انعكس على أداء الفريق وعلى احترافيته وانضباطيته. نعم. يفرض نظام صارم بعدم استخدام الجوال حتى في حافلة الفريق التي تنتقل من الملعب مثلا، من النادي إلى الملعب، أو حتى عندما انتقلوا للعب أمام الرائد في القصيم. أنا ممكن أجريت اتصال هاتفي مع الأستاذ عبد العزيز الخالد عندما كان مديرا للفريق، فوجئت بأن الرجل لم يرد علي، أرسل لي رسالة قال أنا في الباص ما أقدر أرد عليك. ووضح لي نقطة النظام هذه المهمة، حتى لو لاحظ في المباراة الأخيرة يمكن غضب نوعا ما من يتارا رغم أهمية يتارا وثقله الكبير. لا، وبالإضافة إلى كل ما ذكرت، في نقطة مهمة تحققت للشباب لم تتحقق لأي فريق آخر في الدوري حتى الآن، ألا وهي أنه فاز
في الجولة الثانية على الهلال. الهلال فريق قوي وكان في البداية أيضا قوي، ولكن الشباب عندما تغلب على الهلال أعطى إدارة ومدرب ولاعب الشباب دفعة معنوية كبيرة للمضي قدما في الدوري. ولكن في الإطار العام يجب أن نقول كلمة مهمة، أنه الدوري إلى الآن لسه ما زال في البدايات، وفي عندنا فترة ثانية للتسجيل فيها قد تختلف خارطة الفرق في الأداء وفي المنظومة. الرسالة اللي أحب أوجهها حقيقة لجمهور الشباب في مباراة الاتفاق والشباب، تخيل المتصدر ووصيفه لم يحضر سوى 1100 وما أدري كم، وين جمهور الشباب يعني اللي مالي الدنيا مثلا في الانترنت ومطالبات اليوم مثلا عبر الصحف انه القناة الرياضية مثلا لم تنصفنا؟ طيب انت تعال انصف فريقك بحضورك يا اخي قبل ان ينصفه الاخرين او تطالب الاخرين بانصاف. انا اوجه دعوة لجمهور الشباب بانه يهتم فريقك يا اخي بطل الان ومتصدر، ما نشوفك في المدرج. طيب ورا كل الجماهير مو بس الشباب سامي، في يعني ما ادري حقيقة حتى الارقام غير جيدة اليوم، اعلنت بعض الارقام المعدل حتى الآن لم يكسر حاجز 5000 اللي من المفترض أن نصل إليها حتى في معايير الاتحاد الآسيوي. فخلينا ننتقل للاتفاق الفريق الآخر وهو الفريق المنافس أيضا للشباب، هو الهلال على الصدارة، وهو الذي أيضا يقدم مستويات جيدة ولكنه يخسر للمرة الأولى، ولكن أمام من؟ أمام منافسه الشباب. الاتفاقيون يواصلون صدرته استعدادهم للتجاوز الخسارة التي حدثت أمام الشباب. هذه الصور من تدريبات اليوم في نادي الاتفاق والتي حضر فيها برنامج الملعب لمتابعتها، والتي تسير بشكل جيد حتى الآن. نستمع إلى وجهة نظر إدارية مع الكابتن سمير هلال. ما أعتقد أن الفريق بدأ بتفريط نقاط، خسرنا من فريق منافس اللي هو فريق الشباب وفريق كبير، يعني أنت لما تخسر مع فريق كبير ما تعد أن يعني خسارة بنقاط، كان ودنا يعني نطمح أن نحقق 3 نقاط لكن ما توفقنا. قدمنا أعتقد مستوى مميز في المباراة راحت، وهذا حال مباريات الدوري، بعض المرات تقدم مستوى جيد وما ما 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 تنتصر، بعض المرات ما تقدم مستوى وتستحق النتيجة، فهذا حال يعني كرة القدم في الدوري. يعني الأخطاء اللي وقعتوا فيها، أبرز الأخطاء السلبيات في هذه المباراة؟ والله ما أعتقد أنها أخطاء، لكن يمكن الهدف اللي ولد مرمانا يمكن هدف يعني كان في غفلة يمكن من خط الدفاع، فهو يمكن أثر شوي نوعا ما على معنويات الفريق، لكن فريقنا قدر يرجع يعني آخر تقريبا 20 دقيقة فريقنا كان مسيطر على باقي الشوط الثاني، لكنه ما توفق في التسجيل، يعني كان عامل الحظ يمكن ما هو معانا يعني في المباراة هذه. المباراة القادمة أمام فيصلي فريق متطور. والله يغلقنا يعني في نقطة يعني دائما ألاحظها فريق الفيصلي، إنه هو دائما ما يلعب مباريات كبيرة أمام الفرق الكبيرة، يعني لاحظت هذه النقطة، يعني دائما ما يبدع أمام الفرق الكبيرة، ودائما ما يتعثر مع الفرق يمكن اللي مستواها أقل، يعني هذه نقطة يمكن حاطينها في الحسبان. والشيء الأهم بعد يمكن والناس يمكن أو الجمهور ما يعرفه، إن مدربنا السيد برانكو يعني هو سبق إنه أشرف على مدرب الفيصلي كلاعب، فيمكن بتكون مباراة بين التلميذ والأستاذ، يعني فمباراة بتكون صعبة، أعتقد مباراة صعبة خاصة إن إحنا خارجين بعد خسارة، وأيضا نطمح نحقق الفوز عشان مورانا مواجهة صعبة بعد مباراة الفيصلي اللي أمام الهلال في الدمام، فنطمح إن شاء الله إن نحقق 3 نقاط للمواصلة إن شاء الله، مطاردة إن شاء الله المنافسة على الدوري. بدر رافع التقى أيضا بأحمد المبارك وحمد الحمد. والله ان شاء الله احنا خسرنا مباراه يعني قويه، مباراه فاصله، يعني ما خسرنا مباراه سهله، ان شاء الله ان نعوضها من مباراه الفيصل. بس حمد في يعني انخفاض ملحوظ في مستوى بعض اللاعبين من مباراه الرائد. طبيعي يعني ما في فريق يمشي على رتم واحد، يعني افضل الفرق العالميه برضو نفس الموضوع هذا. طيب مباراة خارج أرضكم، الفيصل أيضا فريق متطور، شو النتيجة الجيدة بالنسبة لكم؟ والله مباراة صعبة، إن شاء الله إحنا نطمح 3 نقاط لا أقل ولا أكثر. الحين زي ما أنت شايف الجو بارد، فازت مرة العصر شوية أدفى، ومباراتنا الجاية العصر، تحضير على نفس الوقت، وزي ما أنت عارف مباريات الدوري كلها مهمة بالنسبة لنا، الفريق اللي حاب ينافس على الدوري لازم يحرص على الفوز في كل المباريات، زي ما أنت شايف الفيصل قاعد يقدم مستويات طيبة الفترة الأخيرة، إحنا إن شاء الله نحضر الفيصل عشان نكسب هذه المباراة.
نجهز المباراه اللي بعدها خلال ننهي الدور الاول بمجموعه من النقاط قريبين من المركز الاول. سهرتوا كثير من النقاط، يعني تعادلتوا مع هجر، تعادلتوا مع الرائد. هي الدوري زي كذا، ظروف الدوري زي كذا، مثل ما احنا نخسر الاخرين راح يخسرون المنافسين، احنا راح نقابل منافسينا ان شاء الله نعوض عليهم النقاط. سامي ابدا معك في هالمره الاتفاق قريب من الشعلة، هو اظنهم ايضا قريبين منك، كيف ترى المستوى الاتفاقي حتى الان بشكل عام؟ والله طبعا الاتفاق السنه هذه قدم نفسه بصوره مختلفه مع السيد برانكو، وفق كثيرا الاتفاق بهذا المدرب. نعم. تحدثت كثيرا عن ايجابيه هذا المدرب، اللي احب ان اركز عليه الان دور الكبير اللي يقوم فيه سمير هلال حقيقه، اللي استضفتوه مدرب حاصل على ايليسن تقريبا في الاتحاد الاسيوي، وايضا المدرب الوطني الاداري الذي يقوم الان بالاعمال الاداريه خالد الحوار، يقومون بادوار مهمه. ولكن لاني احب هذا النادي، طبعا هي اول مباراه راح تقام او اول مباراه يلعبها العصر امام الفيصل في الدوري، والان بدا يعني يتدرب في هذا التوقيت، وسيخسر 3 لاعبين لانضمامهم للمنتخب المشارك في دورة الألعاب الأولمبية. لكن اللي أنا أبغى أقوله وأشعر أنه راح يكون فيه نوعا ما قسوة على الإدارة الاتفاقية، أولا في مباراة الشباب لو سألت نفسك من حضر مع الفريق في هذه المباراة المفصلية، أنت وصيف وتلعب مع المتصدر، من حضر من إدارة النادي مع البعثة الاتفاقية التي تواجدت في الرياض لمواجهة الشباب؟ لا تجد سوى خالد الحوار فقط. أين رئيس النادي؟ أين نائب رئيس النادي؟ أين أعضاء مجلس الإدارة؟ لم يرافقوا الفريق. أليس الوضع عن طبيعيين سامي؟ لا يعني يحدث؟ غير طبيعي. انظر للهلال مثلا، انظر للفرق. أنا لما أجي أقيس الاتفاق أضعه في نفس المصاف مع الهلال، مع الشباب، مع الاتحاد، ثم الأهلي. هذه الفرق الكبيرة التي تبحث عن لقب، يتواجد رؤساء الأندية والإداريون وأعضاء الشرف، تتواجد الحوافز المادية. طيب اسمح لي سامي برجع لك الموضوع اتفاق لك معنا اتصال عشان جالسين ننتظر احنا. ارحب على الهاتف بوكيل اعمال اللاعب محمد نور ابراهيم موسى. مساء الخير سيد ابراهيم. مساء الخير استاذ عادل، مساء الخير لضيوفك الكرام. حياك الله الغالي، اخيرا قبلت ان تتحدثوا، يعني الكل تحدث في الفتره الماضيه باستثناء اللاعب وانت كوكيل اعماله. الآن الجمهور ينتظر منك وجمهور محمد نور ينتظر منك أن تشرح لنا ما حدث، لأن كل الأيام الماضية كانت عبارة عن اجتهادات إعلامية، اشرح لنا وش اللي صار بالضبط. والله اللي صار أستاذ عادل أنه تقريبا كان فيه بيننا وبين الأستاذ خاصة يعني مع أبي بي واللواء محمد من داخل، على أساس أنه الكابتن محمد نور له رغبة أنه يطلع في الفترة القادمة، الفترة الشتوية اللي عبارة عن 5 شهور. نعم. دي من شهر 1 إلى نهاية شهر 5. متى حدث هالكلام؟ حوالي حدود 3 أسابيع تقريبا، يعني بعد خروج الاتحاد من آسيا. إيه تقريبا، لأن اللاعب هو حس يعني حس عنده إحساس أنه له رغبة أنه يطلع يغير جو، تقريبا يطلع من الجو اللي هو فيه من 17 سنة تقريبا. طيب هذه رغبة اللاعب هو اللي أبداها فعلا، رغبة طيب. اللاعب وبكل أمانة كان اللواء من داخل كان متجاوب إلى درجة قالوا أنا يعني من الناس اللي دعمت محمد من بدايته، على استعداد أن أدعمه في كل شيء يسهل ويساعد على أن اللاعب هذا يعني يقدر يعطي للاتحاد مستقبلا حتى بعد الفترة اللي طلع. طيب حلو، بعدين إيش صار؟ اللي حصل الآتي أنه فعلا كان في عملت تحركات، وكان في بينه وبين نادي الاهلي القطري اتصالات، وارسلوا لي خطاب على اساس ان لهم رغبه بدء المفاوضات الى انه انتقال محمد نور الفتره الشتويه. قلت الاهلي ولا الجيش عفوا؟ الاهلي القطري. الاهلي طيب اوكي. اللي هو واللي كان يمثله الشيخ محمد بن. طيب حلو، بعدين؟ دخل في نفس الوقت نادي الجيش كمان له رغبه، ونادي الغرافه بعد كان له رغبه. علما انه الان كمان في ناديين من الامارات العربيه يعني المتحده، ارجو يعني عدم الصحبة اسمائهم الا الفتره القادمه لهم رغبه. اللي كان فعلا تقريبا اكتف يعني وعجل على انه ينهي الموضوع من الان، رغم انك استاذ عادل تعرف ان الفتره لا زال باقي عليها شهر ما تفتح، اللي هو نادي الجيش، وفعلا كانوا وصلوا امس واجتمعوا مع الرئيس على اساس انهم يبغون يوقعون وكذا، ان الرئيس انه شاف انه يعني لا في الوقت
النظر في الموضوع والرجوع الى اعضاء مجلس الاداره واعضاء الشرف، الا اني اكد لك يعني انه اللاعب له رغبه، واعتقد ان شاء الله انا اتوقع في الايام القادمه انه راح يكون في خبر ايجابي سواء لمحمد، علما ان محمد يعني انا اعتقد ان الجمهور الاتحادي بالنسبه لمحمد لهم رقم صعب، ولكن اتمنى انهم يتفهمون ان اللاعب يعتاز وقفتهم الان انه هي عباره عن 5 شهور وفي الاخير راجع النادي الاتحادي. طيب قلت لي بانه اداره النادي اول شيء وافقت، بعدين يعني ربما طلبت وقت للتفكير، صحيح؟ لا مو عمليه انه طلبت وقت للتفكير، الاداره هي موافقه اذا محمد له رغبه. طيب اذا محمد له رغبه هي راح تعاونه، لكن في نفس الوقت انها كمان تبحث له للافضل، يعني انا كمان انا اشوف هذا شيء ايجابي من الاداره على اساس انه محمد بالنسبه اسم كبير في عالم كره القدم، وانت عارف نجم على مستوى اسيا على مستوى المملكه على مستوى الخليج العرب، علشان كذا كمان اذا كان هناك ما يعني يكون في شيء اضافه لمحمد من الناحيه الماديه والناحيه الفنيه ما يمنع، يعني وخاصه لو هذا يكون في احد الفرق الكبار وكذا، وهذا ما يمنع اني اقول لك انه يلعب للجيش مع احترامي، لكن اذا كان في عندي افضل هذا اللي نتمناه انه يلعب له. يعني تقصد بانه اللاعب وافق، خليني الخص وش قلت عشان الجمهور برضو يعرف، اللاعب وافق، الاداره قالت انه اذا اللاعب عنده رغبه احنا ما نستطيع نقف فيه، ولكنها تريد ايضا انه طالما انه حينتقل خلاص ان تفتح مجال ربما لعروض افضل سواء كان من الناحيه الفنيه ولا الماديه. اكسلنت، هذا فعلا الكلام، لكن لازم نوضح حاجه، هي عباره عن اعاره لمده 5 شهور وليس انتقال نهائي. لكن رئيس النادي امس في روم العميد انه قال انا ارفض اعاره اللاعب او بيع عقده مهما كان. والله هو مبدئيا هذا شيء واضح، وانا اليوم كان بيني وبينه اتصال عبر الهاتف، وهو متمسك واعضاء مجلس الاداره بمحمد نور فنيا، لانه بالنسبه لهم فعلا محمد شيء مهم بالنسبه لنادي الاتحاد ولجماهير الاتحاد وحتى للكره السعوديه زي ما تعرف كابتن المنتخب وكابتن الاتحاد، الا انه احيانا يعني بعض الاحيان في ظروف تحكم، انت كمان يهمك انه لاعب يكون مرتاح على اساس يعطيك الاضافه، اذا انك انت تعرف انه هذا راح ياثر على مستواه وكذا، فاعتقد انه لن يكون شيء ايجابي لا للاعب ولا للنادي. واعطيك مثلا لذلك ما حصل مع راؤول في ريال مدريد، ما حصل مع الكابتن ياسر في نادي الهلال، وفي جميع الاحوال يعني هي فتره ترى بسيطه، هي فتره كبيره لما تجي تناظر من شهر 1 الى شهر 5 عباره عن تقريبا 5 شهور الى 4 شهور. طيب بالنسبه لرغبه اللاعب، انت قلت انه عنده رغبه الاهلي القطري ثم دخل الجيش القطري والغرافه والان في ناديين اماراتيين، احنا قلنا بشوي انه في ناديين، انا اعرف انها الاهلي والنصر الاماراتي حسب معلوماتي، صحيح؟ النصر واحد منهم لكن الاهلي لا. طيب رغبه اللاعب وين استاذ ابراهيم؟ والله شوف هو زي ما قلت لك هي عباره عن عرض وطلب، واللاعب يعني نحن في الايام القادمه ان شاء الله نشوف وش الافضل وعلى اساسه نقرر، وبعدين راح يكون في اجتماع مع مجلس الاداره وفي تبادل اراء، واعتقد المصلحه في الاخير لازم تكون الفائده راجعه للنادي وللاعب في نفس الوقت. طيب العروض الرسميه اللي جايه من مين حتى الان؟ فقط من الجيش؟ العرض الرسمي الوحيد اللي تقريبا هو بالارقام اللي هو نادي الجيش، وفي عرض من نادي الاهلي لكن بدون ارقام، لكن يعني على اساس للمعلوميه هو ممكن احصل عليه انا بارقام، لكن برضه لن يوصل كافضليه من نادي الجيش. اليوم نادي الجيش كان في جده وغادر، صحيح؟ هو وصلوا البارح هم، بس على اساس انهم غادروا او لا ما. طيب هم جو عشان يقدموا العرض بس ولا عشان يوقعوا بعدين تفاجئوا ب كان حضورهم هم على بنية انه توقيع للعقد، لكن الاستاذ اللواء محمد بن داخل قال له ما لا يمكن توقيع العقد بهذه السرعه، احنا قدامنا وقت ولسه، وانت زي ما انت عارف استاذ عادل انه فعلا لا زال في حوالي شهر تقريبا الى ان تبتدي. خلال كم ربما سيعني الخبر بانتظار العرض اللي بيجي من الامارات، خلال كم سياتي؟ والله انا ما اقدر احددك، لكن هو تقريبا في خلال 72 ساعه القادمه ماكسيموم يكون فيه ان شاء الله. وصلكم رقم انه النادي الاماراتي افضل عرض ولا لسه؟ برضه خليها هذه الوقت المناسب. احنا اول مره تطلع والظاهر اخر مره، فلذلك بحاول اخذ منك كل شيء. لا ان شاء الله اطلع معك لان احنا ننتظر حقيقه، يعني انا تعرف انت لما يحصل كثير من الاجتهادات العالميه وما حد يطلع مسؤول رسمي يعني يحدد بعض الامور، حتى ما تحدث اجتهادات، لانه يعني رئيس النادي يقول احنا ما نبغى اللاعب يروح، اللاعب ما حد يعرف رغبته، الان اتضحت الصوره تكون حتى افضل للاعب. بسالك اخيرا عن الجمهور، رده فعل الجمهور الاتحادي، وش وصل اللاعب حتى الان؟ والله شوف انا اكد لك ان الجمهور بالنسبه لمحمد نور رقم واحد، على اساس انه
يهمه هو، بس أتمنى أنه في جميع الأحوال الجمهور لازم يفهم أن محمد معتاز الفترة هذه، زي ما خلنا نقول فترة نتاهة من كثر الضغوط، من كثر تعرف أنت طلوع من آسيا نتائج به إيجابية، نحن نعرف أهمية محمد لنادي الاتحاد وللمنتخب، إلا أنه أنت بعض الأحيان تعتاز أنك يعني تطلع لاعبك من الجو والضغوط النفسية وكذا. وفي نفس الوقت أكد الجمهور الاتحاد أن الجمهور محمد نور بالنسبة له كما أنه عملية متبادلة بينهم، يعني الجمهور بالنسبة لمحمد نور رقم واحد ويهمه رضاه وحريص أنه رضاه، ويتمنى أنه إن شاء الله هو هذا أكيد يعني أنه إن شاء الله راح يكون اعتزاله في نادي الاتحاد. أستاذ إبراهيم موسى وكيل أعمال لاعب محمد نور، شكرا جزيلا لك. الآن سأذهب إلى فاصل ثم سنعود للتعليق على هذه المداخلة التي حملت كثير من المعلومات. فاصل ثم نتابع بعده الجزء الثاني من الملعب وفيه. معدل الحضور الجماهيري لم يتجاوز حاجز 5000 حتى الآن. الأهلي يواصل صدارة كأس فيصل والهلال يلاحقه بفارق النقطة. الاتفاقيون يحتجون على حكام كأس فيصل. وقبل مباراة القمة الملعب زمان الاتحاد والنصر عام 1423. الملعب تيوب الهلال في الطريق إلى الذهب. في أغلب الأحيان تكون الحقائق كالمسامير، كلما طرقتها أكثر زادت عمقا، وفي أحيان كثيرة يكون النقد بقيمة العمل. فإن أردت أن تتحاشى النقد فلا تعمل شيئا ولا تقول شيئا ولا تكن شيئا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من الملعب. نرحب بضيفينا بندر رشود وسامي اليوسف مع حفظ الألقاب للجميع. أبدأ معك طبعا قبل الفاصل كنا مع إبراهيم موسى وكيل أعمال اللاعب محمد نور، والذي كشف عن وجود 5 عروض للاعب، وذكر بأن كما أكد مصادرنا بأنه الجيش القطري كان قد قدم عرضا رسميا، ولكن إدارة الاتحاد ارتأت أن تؤجل الموضوع لبحث عن عرض أفضل فنيا وماليا للاعب محمد نور. طبعا قال أن الرئيس وافق منذ البداية، قال أن الخطوة بدأ أو الرغبة بدأت من اللاعب محمد نور قبل 3 أسابيع من الآن بعد خروج الفريق من آسيا، ووافق على ذلك رئيس الاتحاد وإدارته، ثم بعد ذلك بدأت العروض تنهال على اللاعب. ذكر بأنه في عرضين من النادي الإماراتي، عندما سألته هل هو النصر قال فعلا بأنه أحد الناديين النصر، ولكن الأهلي قال أنه ليس هو النادي الآخر. عندي دقيقة لكل واحد، تفضل عشان ننتقل لموضوع ثاني. لا جميل حقيقة الأستاذ إبراهيم، أنا أوضح الكثير من الأمور حول انتقال محمد نور والأمور المحيطة فيه، لكن هو أيضا ذكر أنه اللاعب طلب تغيير أجواء وأيضا أبدأ عدم ارتياحه. أنا كنت حقيقة أبغى نعرف وش أسباب عدم الارتياح اللي يجدها محمد نور، ولذلك فضل أنه ينتقل، بالإضافة إلى أنه رئيس نادي الاتحاد بن داخل يعني ذكر وكيل الأعمال إبراهيم موسى أنه يوافق على العرض ثم يخرج أمام الجماهير يتحدث بأنه لن يكون هناك انتقال لمحمد نور، ثم يتكلم عن إيجاد عرض أفضل. أنا أعتقد أنه أيضا في نوع مثلا من المماطلة للكابتن محمد نور أو وكيل أعماله، بحيث أنه لا نزعل محمد نور في المقابل أنه ينتهي أو تبدأ فترة التسجيل وتنتهي دون أن يذهب محمد نور، بحيث أنه يشعرون بأنهم موافقين، ولكن في ظل أنه يبحثون عن عرض أفضل تنقضي الفترة ولا يكون هناك مثلا عرض أفضل. بالإضافة أيضا أخوي عادل، يمكن تأكيد الكلام أنه 5 أندية خليجية تبحث عن محمد نور في هذه الفترة، مع يعني هذا الأمر أن محمد نور ما زال قادر على العطاء، وهناك الكثير من الأندية تبحث عن محمد نور للعب في صفوفها. طيب سامي.
طبعا ما في شك هذا تؤكد على شفافية معلومة قدمها وكيل أعمال اللاعب، تؤكد على قوة مصادركم وعلى حسن قراءتنا في عندما سألتني ووضحنا النقاط الرئيسية وتحدثنا عن رغبة نور واضحة الآن، كشف لنا رغبة اللاعب الانتقال وأكد أو تمم على كلامنا أنه بحاجة لمثل هذا التغيير نفسيا وفنيا، وأنا أزيد عليها يمكن ما قالها إبراهيم صراحة، وماليا. نور الآن 35 عاما لابد أن يستفيد ماليا، يمكن بقاءه يعني أو تأخير القبول إلى بعد مباراة النصر يعني قد يكون بداله عملية تعويض نور ماليا ليبقى ويستمر في الاتحاد، لكن أتمنى من الاتحاديين حقيقة ألا يفوتوا فرصة انتقال محمد نور إلى الجيش القطري. نعم بالتأكيد كما قال إبراهيم موسى أن الأيام ربما القادمة تحمل أخبار أخرى وسنتابعها معكم. سننتقل الآن إلى موضوع آخر، سنترك كرة القدم قليلا ونتجه إلى المجال آخر الذي بالتأكيد هو من المجالات التي تقدم إنجازات للكرة السعودية. اليوم توج الأمير نواف بن فيصل الفارس عبد الله الشربطلي بالجائزة الكبرى عقب فوزه بالمركز الأول اليوم في شوط الجائزة في ختام منافسات بطولة المملكة الدولية الثامنة الفروسية قفز الحواجز التي تأتي ضمن جولات الدوري العربي المؤهل لنهائي كأس العالم المقرر إقامته في هولندا ضمن المجموعة السابعة للاتحاد الدولي للفروسية. على الهاتف أرحب بالفارس الفائز عبد الله الشربطلي. مساء الخير او صباح الخير عبد الله. اهلا اهلا بك بنور. اهلا وسهلا فيك. نعرف ان دائما الفارس ينام بدري، معليش اخرناك شوي. لا لا معليش. الف مبروك عبد الله، هذا الانجاز ليس الاول ونتمنى لا يكون الاخير ان شاء الله. ان شاء الله دائما ان شاء الله باذن الله، وهذا يعني مو غريب على فرسان الوطن السعودي، وهذا اقل شيء احنا نقدر نقدمه لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهذا يعني ولا شيء بالنسبه للدعم لنا ووقوفه معنا في كل شيء. ما هي المرحله القادمه الان لك؟ والله الحين عندي البطوله الجايه ان شاء الله، عندي الحين تدريب في بلجيكا يعني في الخمس ايام الجايه، بعدين ان شاء الله بطوله في لندن، بطوله اولمبيا بطوله كبيره، فان شاء الله باذن الله هذه تكون البطوله الجايه. بعدها ان شاء الله يكون عندي بطوله في قطر اللي هي بطوله تاهيليه كاس العالم، وايضا اخر تاهيل للاولمبياد حق لندن. ان شاء الله سنكون في انتظارك بالمطار بالذهب كما عودتنا كابتن. ان شاء الله باذن الله، وهذا الفوز ان شاء الله يكون فوز لجميع السعوديين واداء لجميع الشعب السعودي مو بس فوزي انا. اشكرك شكرا جزيلا بالنيابه عن كل السعوديين اللي تقدموا لهم انتم كفلسان انجازات تحمل الذهب. شكرا لك كابتن. شكرا للكابتن عبد الله الشربطلي احد الفرسان السعوديين والذين يقدمون ايضا في مجال الفروسيه انجازات دائما يعني ما تنقطع، ما نبعد كثير نجلس فتره طويله، لا يعني كل فتره قصيره نسمع عن انجاز للفروسيه. شكرا لهم وشكرا لهذه الانجازات التي تقدم، ربما افتقدناها قليلا في كره القدم وشويه احيانا ربما نقصر معهم، ولكن قدر المستطاع كل ما يعني نجد مناسبه وفرصه يعني نحرص كثيرا ان يكونوا معنا. يعني يستحقون التعليق سامي صراحه، ما اقدر افوت هالموضوع بدون تعليق وإشادة. والله حقيقة دائما الفرسان السعوديون حقيقة في الصدارة. شربت لي فارس جديد تقدم في الآونة الأخيرة بإنجازات حقيقة كبيرة يسير على نهج الكثير من الفرسان السعوديين، اهتمام كبير حقيقة تولي القيادة الرياضية لهذا القطاع أو لهذه الرياضة المهمة جدا. نعم. كنا نتذكر من يقف على رأس هرم هذه المملكة هو أحد الفرسان الكبار وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. بالتأكيد ذلك بندر. وفي البداية طبعا نبارك الكابتن أو الفارس عبد الله الشربطلي على تحقيق هذا الإنجاز، وأيضا حتى في الجولات الماضية أيضا الكابتن العيد وأيضا الأمير عبد الله بن متعب حققوا حقيقة نتائج متقدمة، وأيضا استطاعوا أن يحصدوا أشواط من هذه البطولة. نتمنى لهم حقيقة التوفيق، وأيضا حضور الأمير نواف بن فيصل وتكريم لهؤلاء الأبطال في ظل أنه هو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية. صحيح. هذا أمر حقيقة يشكر عليه. نتمنى لهم حقيقة جميع الفرسان السعوديين في بطولة العالم المقبلة التوفيق، وأن كما ذكرت أخوي عادل أن يعودوا بالذهب. نعم هذا اللي يعودون عليه، وتمنى لهم التوفيق. في نعود إلى كرة القدم مرة أخرى
وأيضا في الزمن الذي كان يحمل كثير من الإنجازات. هذه المرة وطالما يعني تعرفون يوم الخميس القادم في قمة أيضا في دوري زين سوف تكون بين النصر والاتحاد. اليوم في الملعب زمان الفقرة الأسبوعية نقدم لكم مباراة بين الاتحاد والنصر في عام 1423 وانتهت بالتعادل 3-3. جانبي بينهم، إذا صفر الحكم وخوليو سيزر. تيتي كامارا، الاتحاد لعب 14 مباراة، فاز في 11، تعادل مرتين، خسر مرة، له 37 عليه 16، عنده 35 نقطة الأول. النصر لعب 15 مباراة، فاز في 8، تعادل 4، خسر 3، عنده 38 هدف عليه 19، عنده 28 نقطة. الخامس ماريليو، وحاد صدم اللاعبين، كل النصر متراجم عدا تورينيو، الطعم النصراوي، عرفتوا تورينيو الطعم النصراوي اللي بيدفعه أساد. اتلعبت داخل منطقة الجزاء عالية، مرات عدت لعبت سيزر، سيزر يلعبها محاولة نصراوية داخل منطقة بالراس، تلعب الجانب المقبول، الله تورينو كلهم هدوا سيبوني خلونا نقول لكم ايش راح نسوي، نشوف وين رايح، نشوف وين رايح، يأشر للمدرب، يأشر للمدرب، يأشر للمدرب ورايح له، يقول له أنا هو أنا هو، يقود مباراة كبيرة بين الاتحاد والنصر، تلعب أمامية إلى محمد نور، بيلم كرة صح وداخل منطقة خطرة، يحطها في المرمى، تلعب خطرة في الجانب المقبول. وبرحت الجمهور الاتحادي بهدف مرار وشقير، واثنين واحد للاتحاد، تلعب سيزار لافة عالية هناك بالرأس، جول جول، تعادل عرضيه لافه هناك تتشال وداخل منطقه الجزاء خطيره تتشال وضربه جزاء، ضربه جزاء حمد العيسى، ضربه جزاء وانذار وعنده انذار وطرد، سيزار سيزار الثالث تلعب وجاب اليامي، نقول ناحية ماريليو خطيرة، حيرفع كرة عرضية، ماريليو حيرفع عرضية تعدي وبعرض المرمى مقصية، ترجع مرة أخرى وحمزة بجانب المرمى، يا سلام حلوة حلوة حلوة، رايحة بجانب المرمى، جول تلعب المرمى، جول جول تعادل، جول الاتحاد يسجل الثالث، تعادل تعادل للاتحاد في الدقيقة 44 في الدقيقة 44 العتابي، الجول اتلعب تولو اطلق في هذه اللحظه الدولي يوسف العقيلي صافرته معلن نهايه المباراه بتعادل الاتحاد والنصر 3-3. سجل لي الاتحاد باسم اليامي، مناف بوشكير، مرزوق العتيبي، وللنصر تورينو، بوسكاب، سيزار، اذا يتقدم النصر ويتساوى مع الاهلي. هذه مباراة من الأرشيف القريب طبعا، مو بعيد، اخترنا قريب لأنه ضيوفنا اليوم لسه شباب يعني مو شياب. تفضل بندر. أعتقد أخوي عادل بالفعل كانت مباراة جميلة،
اعتقد اللي اختار الملعب يوتيوب اعتقد الزميل عبد العزيز الناجي. صحيح عبد العزيز الناجي. اعتقد انه هو قلب المواجهه على الجماهير النصراويه، لانه هؤلاء الثلاثه الاجانب الذين لعبوا النصر في هذه المباراه وهم خوليو سيزار وبسكاب وترينو كانوا اخر نجوم مروا على النصر الاجانب وحققوا حقيقه نتائج جيده، لم يوفقوا في تحقيق بطولات ولكن حقيقه قدموا مستويات جيده في ظل ان النصر في تلك الفتره كان يعاني، ولكن ارتقى مع هؤلاء النجوم وما زالت حقيقه جماهير النصر تتذكر هؤلاء الثلاثي وتطالب الاداره باحضار لاعبين اجانب على مستوى هؤلاء الثلاثه. طيب سامي، بالتاكيد المباراه يوم الخميس لن تكون من نوعيه هذه المباريات بصراحه، لان يعني في الفترة السابقة كانت مباريات مختلفة بين الفريقين. أكيد ما في شك طبعا قياسا على وضعية الفريقين الحالية، ولكن مواجهة الخميس القادم تحمل مواجهة يعني تدريبية سعودية خالصة بين عبد الغراب وعلي كميخ. أيضا اللافت في اللقطات اللي شفناها زميل غازي ما زال يعلق ويركض في مجال التعليق ما شاء الله تبارك الله، ومعه ابن النجم محمد. الاتحاد بحاجة لتغيير كبير حقيقة، ما زال يعني اللاعبون اللي شفناهم في اللقطات بعضهم ما زال يركض إلى الآن في الاتحاد. نعم. يعني 10 سنوات تقريبا أو أقل بقليل. صحيح. الفريق يحتاج في عالم كرة القدم إلى التغيير والإحلال. طيب الآن سنتحول إلى الكاس فيصل، مباريات كاس فيصل الآن اللي أقيمت اليوم في عدد المباريات. الهلال لعب مع الاتفاق، الرائد مع الفتح، والأنصار مع النصر، والأهلي مع هجر. الأهلي اليوم فاز على هجر وحافظ على الصدارة. نبدأ بالأهلي مع هجر ولا الهلال مع الاتفاق يا شباب؟ في اللي جاهز للأهلي. طيب نبدأ بالأهلي مع هجر الذي تغلب عليه بهدف دون مقابل وحافظ على صدارة هذه المسابقة. هدف المباراة في مرمى وخلف الكرة ياسر الفهمي. الله يا صلاة على النبي، يا صلاة على النبي، ما عندهم إلا الفهمي وما يفهم في أمور الشباك إلا ياسر الفهمي. اللاعب البديل في الشوط الثاني يسجل هدفا أهلاويا أولا بأجمل الطرق وبأجمل الوسائل. هكذا حضرت في الزاوية الصعبة، بعيدة، روح معها في كرة يحاول معها الفريق الأهلاوي في هدف أول، بينما محاولات المسيلم لم تكن معها. مبروك للأهلي، هدف جميل حقيقة. المباراة الأخرى التي نقلت أيضا كانت بين الهلال والاتفاق. الهلال ما زال يلاحق الأهلي بفارق نقطة أيضا بعد فوزه على الاتفاق بهدف وحيد. محمد سفري أخذ إنذار في 20 دقيقة مضت تقريبا، كرة ملعوبة للهلال، 0-0 عالية. شوف عملية الضبط، اللعبة ملعوبة. يا سلام عليك، يا سلام يا صانع، انت اللي صنعتها وانت اللي حطيتها وانت اللي ركنتها ركنة. وهدف حلو 32 اللي مسجل فهد الجهني بلعبة عوض الفرصتين اللي ضاعت. شوف لما ناخذ المكان وشوف لما جات على طول ما تأخر على يمين الطويل، حط فهد الجهني عوض الهدفين يسجل الهدف الأول والهدف السادس. نتائج المباريات اليوم نشاهدها سويا. الهلال فاز على الاتفاق كما قلنا 1-0، الرائد خسر أو فاز على الفتح 3-1، الأنصار خسر من النصر 5-1، الأهلي فاز على هجر بهدف دون مقابل. مباراة الهلال والاتفاق اليوم شهدت حالات تحكيمية ربما أقلقت الاتفاقيين. على الهاتف أرحب بعضو مجلس الإدارة والذي طلب الحديث عن هذا الموضوع، الأستاذ محمد الصدعان. مساء الخير أو صباح الخير محمد. أسعد الله صباحكم أخي عادل. هلا فيك الغالي. أصبح عليك وأصبح على الإخوان الموجودين في الاستوديو. نرحب فيك، ما هو موقفكم اليوم الذي تحب أن تتحدث فيه عن التحكيم؟ والله حقيقة يعني إحنا خلينا يعني نتماشى مع الركب، إن إحنا في صدد إنه إحنا ما هو انتقاد للتحكيم بشكل مباشر على قد ما إحنا نثمن الدور الجيد اللي يقوم فيه لجنة التحكيم، ولكن نعم. إحنا عتبنا صراحة على المباريات اللي يكون لها دور مهم في دوري كاس فيصل زي مباراة اليوم الهلال والاتفاق
الثاني في الدوري مع الثالث، كنا نحتاج انه يكون عندنا حكم او يدير المباراة حكم على مستوى اعلى لحساسية المباراة، والفريق يسعى لعدم اتساع الفارق النقطي. اليوم احنا اذا كنا نسعى لمواكبة رؤية الاتحاد السعودي في الطموح من دوري كاس فيصل ببناء جيل مختلف وجيل تتطلع له الكرة السعودية، يعني نتمنى أن نبني ردة فعل اللاعب، إمكانيات اللاعب، اللعيبة. اليوم الاتفاق رافض 7 لاعبين في الفريق الأول في المنتخبات، لما تجي مباريات مهمة بالطريقة هذه ويديرها حكم أقل مستوى من حجم المباراة يحبط اللاعب نفسيا. احنا يعني كلمني بس وش المشاكل وش الاخطاء بس محمد، محمد اذا سمحت لي وش الاخطاء بس كلمني مباشر عشان نعرف. يعني اليوم كان عندنا طردين في المباراه، في وجهه نظري وجهه نظر الاخوان المحللين يعني لم يكن الفريق يستحق الطردين، يعني مو بالطرد تحديدا قد ما هو في الاسراف في اهدافي في البطاقات الصفراء اللي موجوده، ويا ريت الشيء كان على الطرفين، كان نوعا ما يعني متحامل على الاتفاق اكثر من طيب محمد هل المباراه هذه تكلم ولا تكلم عن اكثر مباراه في واجهتوا مشكله؟ اكثر من مباراه حقيقه، ولكن اليوم شوي لانه احنا كنا نسعى الى حصد المراكز متقدمه، ولكن للاسف لم يكن الوضع صراحه حقيقه مفرح للاتفاقيين بحجم الاخطاء اللي احنا نشوفها في المباراه. شكرا لك محمد الصدعان عضو مجلس اداره الاتفاق. باقي وقت مع بتيو والشباب ولا ما في؟ ما في؟ طيب ولا بالواسطة؟ ما في. طيب المخرج يقول ماذا؟ طيب عموما كان عندنا الملعب تيوب اليوم كان لمشجع هلالي وهو معروف حقيقة الفيصل كرير، كان مقدم لنا مقطع جميل اسمه الطريق إلى الذهاب للهلال، إن شاء الله حنعرضه بكرة وعدكم وعدنا حنعرض بكرة. اليوم حضيق الوقت كان في مداخلة اليوم دخلت علينا في البرنامج لم تكن مجدولة. أشكر ضيفي الكريمين بندر رشود الإعلامي والصحفي الرياضي، شكرا لك بندر على تواجدك. شكرا لك أخوي عادل وشكرا للزميل سامي، وحقيقة أنا سعيد بالتواجد معك. شكرا لك. شكرا لسامي اليوسف اللي ودعنا الابتسامة، شكرا يا سامي. شكرا عادل وشكرا بندر. وإن كان ودي أسألك بس، أنت لحقت على المباراة الاتحاد والنصر ولا لا؟ حلس. طيب يا سامي، طيب مقبولة، أنا قايل عنكم شباب الحين، مش تبغاني أقول أكثر من كذا يعني، لازم اقول يعني ما قلت شيء يعني. طيب يا سام، طيب جاتك رساله على الجوال من احد طالب منك شيء ولا شيء؟ طيب انا جتني والله رساله بيض وطماطم وصل. شكرا لك سامي، يعطيك العافيه. شكرا لسامي اليوسف بندر رشود. هذا وقت الرسائل، انت راجع البيت يجيك طلبات من البيت، اغراض حليب بيض عموما. طيب يقول توم، شكرا لزملائنا عبد العزيز الناجي، صالح المرشد، معاذ الحميدي، غازي العملي، بندر الشويعر، شكرا لمخرجنا سلطان الفريدي ولرئيس التحرير غانم القحطاني. الى اللقاء.